يبقى احنا قلنا النوت ايكوال النوت عندي علامه النوت باستخدام العلامه دي اللي هي التلده اللي هي تحت الاكزايت على طول. تعالوا ناخد بقى اللوب. اللوب عندي عشان اعمل لوب عندي زي ما قلنا كلمه اند موجوده عندنا زي ما هي موجوده في الكونديشنز موجوده برده في اللوب. اللوب عندي عندي فور وعندي واي. فور بكتبها ازاي؟ بكتب فور وبعمل بعد كده فاريبل. الفاريبل ده بشيل فيه الكونديشن او الاكسبريشن وبعد كده بحط ان وما بين الفور والان بنفذ الستيتمنتس اللي انا عايزه اعملها. يبقى دلوقتي الاكسبريشن او الكونديشن اللي انا هبني عليه اللوب بتاعي الكونديشن اللي انا هبني عليه اللوب بتاعي لازم يكون ايه موجود عندي جوه الفاري. تعال ناخد مثال. تعال نفتح سكريبت جديد. بفتح سكريبت منين؟ إيه؟ لو انا واقفه في الهوم اهو او واقفه على الايديتور اختار ايه نيو سكريبت او من الايديتور نيو سكريبت اللي هي كنترول واي. طيب السكريبت ده هعمل له سيف. لو اول مره استخدمه يبقى سيف على طول. لو استخدمته وعايز اعدل في اسمه او اي حاجه يبقى سيف اس. اقول له سيف. انا هختار انا واقفه في الايه في الدايركتوري ده. واقفه في مين؟ جوه الدي. لو عايز اجيب الفايل ده هجيبه اهو من الدي اختار بسمه واختار ماتلاب سكريبت. انا بخزن الملفات بتاعتي جوه فولدر على الدي بالاسم ده يبقى اعمل له سيف. لازم اتاكد ان انا واقفه هنا في الدايركتوري ده. طب لو انا مش موجوده جواه موجوده في اي دايركتوري تاني يبقى اجيبه من خلال براوزر هنا واجي على الدي. تعالوا هنا على الاساس بي سي اختار الدي اختار بسمه اختار ماتلاب سكريبت وصلت ليه على طول. طيب الملف اللي انا سيفته اهو شايفين متسيف فين دلوقتي؟ في ايه؟ في على الدي في فولدر اسمه بسمه في ماتلاب. طيب انا مش عايزاه كده انطيب انا عايز اسميه اسم تاني يبقى اعمل له سيف اس. سيف اس واسمي الاسم تالت اسميه مثلا اللوب. لوب واحد سميه لوب واحد اعمل له سيف. ادي الفايل موجود عندي لوب واحد اهو. تعالوا عايزين ناخد اللوب. انا عايز اطبع من واحد لحد خمسه على الشاشه. طيب لو عايز اطبع هل يا ترى اعمل ديسبلاي واحد ديسبلاي اتنين ديسبلاي تلاته؟ الحل ده مش مقنع. فبعمل ايه؟ بكتب كلمه فور وانت عندنا قبل ما ننهي الجمله. تعالوا هنا الكونديشن بتاعي انا عايز اقول له ايه؟ عايز اطبع من واحد لحد خمسه. يبقى اقول له من واحد لخمسه. طيب الكونديشن بتاعي ده او الاكسبريشن التعبير ده لازم يكون محطوط جوه فاري. يبقى اقول له هنا اقول له مين؟ الاكس يساوي واحد لحد خمسه. يبقى كده انا عملت الكونديشن الشرط بتاعي وعملت الفور. طب يبقى ده هيلف خمس مرات من واحد لحد خمسه. لما بيلف انا عايزاه يطبع لي ايه؟ يطبع لي ايه؟ عايزه يطبع لي مثلا هقول له ديسبلاي لقيمه الاكس عندي. تمام؟ سيف كنترول واس. تعالوا هنا اعمل سي ان سي بس. تعالي هنا نادي على الفايل فايل نسميه لوب ايه 1. عمل لي ايه يا شباب؟ طبع لي من واحد لحد خمسه. طب لو انا عايز اجيب مثلا جدول الضرب بتاع خمسه اقول من واحد ل 12 فهيجيب لي الجدول اهي اجيب الرقم 1 و2 و3 و4 و5. لو طبعت الديسبلاي تعالى سيفت كده هيطبعي من واحد لحد كام؟ هاجي هنا نادي على الفايل بمين؟ لوب 1. طبع لي من واحد لحد 12. طب انا عايز اضرب. تعالوا بقى نعمل ديسبلاي لمين؟ يبقى هضرب ايه؟ في خمسه. هقول له اكس في كام؟ في خمسه. واسيف. تعالوا بقى لوب 1 تاني. عمل لي ايه؟ تعالوا كده. واحد في خمسة. هو عمل ايه؟ اهي تحت اهي. ايه؟ واحد في خمسة بخمسة. اتنين فهو بيعمل ايه؟ بيمسك اول قيمة في اللفة الاولانية انا بستخدم الاكس. طب ينفع اعمل اللوب من غير ما استخدمه عادي؟ اه. يعني مثلا تعالى اعمل دي كومنت. واعمل ايه؟ ديسبلاي. ديسبلاي. هلو.
طيب هيطبع لي هلو كم مرة؟ تعالوا نتكل على لوب 1، طبع لي هلو 12 مرة. يبقى انا الفاريبل اللي عندي ده انا بديله البداية وادي له النهاية. طيب مش احنا خدنا في امثلة قبل كده ان انا ممكن احدد الزوادة، هو دلوقتي بيزود تلقائي يبقى كام؟ بواحد. طب انا عايزاه مثلا يزود كل مرة 2، يبقى هياخد الواحد بعد كده 3 بعد كده 4 بعد كده 5. تعالوا نعمل دي كومنت ونعمل ديسبلاي لمين؟ ونعمل ديسبلاي للراجل كاني عايز اطبع الارقام الفرديه. فلما اجي اطبع الارقام الفرديه هيطبع لي الواحد، وعايز اقول له زود لي على كده على الواحد 2 هيبقى 3، هيطبع لي 3، هيطبع لي 5، هيطبع لي 7. تعالوا بقى ننفذه. طبع لي ايه؟ 1 3 5 7 9 11. يبقى كاني دلوقتي صبحت مين؟ الارقام الفرديه. يبقى انا دلوقتي تلقائي لو اديته الفتره بتاعتي هيزود تلقائي، يجيب لك الرقم اللي بعده ايه؟ بيزود واحد. طب لا انا عايز ازود مثلا ارقام فرديه او ارقام زوجيه، يبقى بحط هنا البدايه زي ما انا عايز. انا عايز ارقام فرديه بحط رقم فردي وازود 2. طب لو عايز ارقام زوجيه يبقى ابدا بزيرو وازود كام؟ 2. تعالوا ننفذ. انا سيف طبع لك 2 4 6 8 10 12. طيب لو انا دلوقتي هو بادئ دلوقتي من زيرو لحد كام؟ طيب انا عايزاه يتوقف كونتينيو. كونتينيو الشرط بتاعنا هقول له كونتينيو وبريك. تعالوا نشوف، نفتح دوك لكونتينيو كده. تعالى نجيب الفور. انت عايز توقف هو كام؟ هاجي هنا هقول له اف اف الاكس ايكوال ايكوال 6 مثلا، هقول له ايه؟ كونتين. طيب الاف بتاعتنا احنا دلوقتي هنستخدم اف جوه الفور، يبقى لازم يكون الاف دي عايزه مين؟ عايزه اند خاصه بيه. تمام؟ تعالوا بقى انا بطبع مين؟ تعالوا انا سيف، تعالوا نحفظ تاني، نرن تاني لوب 1. عمل لي ايه؟ طبع لي كام؟ 0 2 4 8، ما طبعليش ايه؟ الست. طب انا عايزاه يتوقف عند السته، بعمل له مين؟ بريك. تعالوا نعمل دي كومنت كده واقول له ايه؟ بريك. ما طبعش الستة عشان انا قلت له لما الاكس بتساوي ستة تخطاها، لان كونتينيو عندي بتعمل ايه؟ بتعمل سكيب للاتريشن دي، فمش هيكمل اللوب عندي وهيطلع لي منه. تتخطاه، مش هتكمل البرنامج ونروح للخطوة اللي بعد. طيب احنا دلوقتي هنجرب ايه؟ جربنا البريك، هنجرب البريك. البريك بقى هتوقف لي اللوب لحد كام؟ لحد 6. طبعت لي 0 2 4 ما كملتليش بقى ايه؟ باقي اللوب. لا ما هو اول ما بيلاقي الاكس دي هو دلوقتي الداله بتاعتنا بتعمل ايه؟ او التكرار بيعمل ايه؟ بياخد الاكس ب 0 وواحد داخل. اف بتساوي 0؟ لا مش هيدخل جوه اف، هيروح طابع لي الاكس. طب الاكس بقى الرقم اللي بعد كده التكرار بكام؟ هيزود كام؟ بعد الزيرو كام؟ 2. 2 اكس بتساوي 2؟ لا روح طابع لي الديسبلاي للاكس هيطبع لي 2. طيب بعد كده الاكس هيزود 2، كانت الاكس اخر مره عندنا بكام؟ ب 2. 2 زائد 2 4. الاكس ب 4؟ 4 بيساوي 6؟ لا يبقى هيعمل لي ديسبلاي للاربعه. طيب بعد كده الاكس هيزود عليها 2 تبقى بكام؟ ب 6.
ستة بيساوي ستة. هنلاقي كلمة بريك، بريك هتطلعه بقى من اللوب وتوقفه. دي بريك وكونتينيو اللي كان بيسأل عنه. تعالوا بقى نرجع، يبقى ده شرح الايه اللوب. طيب احنا خدنا دلوقتي هنا يا شباب ان انا ينفع اهو جوه الفور بتاعتي استخدمت مين؟ استخدمت اف، وممكن استخدم اف الس براحتي، يبقى قدرت اتحكم في اللوب واوقفه في حته معينه او ايه اعمل. طب ينفع استخدم فور جوه فور؟ اللي هي النستد مين لوب. بالظبط، كل واحده خاصه الاند بتاعتها، ادي الفور الاند بتاعتها، ادي الاف الاند بتاعتها، كل واحده خاصه لها اند بتاعتها. طيب انا عايزه اعمل الكلام ده كله كومنت يا شباب، كنترول وايه وكنترول وار، عمل لي كومنت. تعالوا بقى، عايزه اعمل فور، فور عاديه بتاعتنا، هقول له ايه الاي عندي من زيرو، اي بتساوي زيرو لحد 10، مش هطلع اكتبها كملها. جوه الفور دي هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي الفور بتاعتنا ينفع اعمل فور جوه فور؟ طيب تعالى بقى، انا دلوقتي عايز اجيب الجدول الضرب، عايز اجيب جدول الضرب لواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، او عايز اجيب جدول الضرب لمين؟ للجدول واحد واثنين وثلاثة، صح؟ طيب جدول الضرب ده مش جدول واحد، خلينا طب نبدأ من اثنين وثلاثة، ملناش دعوة بجدول واحد، انا عايز اجيب جدول الضرب بتاع اثنين وثلاثة، او اثنين خليها من واحد لثلاثة، جدول الضرب بتاع واحد واثنين وثلاثة. طيب كل جدول من دول المفروض هيتضرب في كام؟ في 12. طب انا دلوقتي لو عملت في 12 هيجيب لي جدول 3 بس. فحل الموضوع ده ان انا هعمل فول لوب، هعمل في اللوب داخلي بقى هقول له ان الجي هتساوي من 1 ل 12 والاند بتاعتها اهي. هنا بقى هقول له مين؟ اضرب لي مين؟ الاي في الجي. ديسبلاي. انا عايزه جدول مين؟ اي في جي. يبقى هيجيب لي ثلاث جداول، كل جدول جواه مين؟ طب هنفذها وبعد كده هشرحها تاني. طيب يبقى اللوب ده هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي جدول الاي اللي انا قلت له واحد، يبقى هيجيب لي جدول 12 جدول واحد، قلت له اثنين هيجيب لي جدول اثنين، قلت له ثلاثه هيجيب لي جدول ثلاثه. عايزينه في الاخر يعمل لي مسافه بين كل جدول والتاني، ديسبلاي اهو، مسافه بالشكل ده. تعالوا ننفذ لوب 1. عمل ايه؟ تعالوا كده، تعال اكبر دي بقى. عمل ايه؟ جاب لي ايه؟ جدول واحد اهو، جدول اثنين، جدول ثلاثة. رقم بيساوي رقم ازاي؟ ماشي، عايز تطبعها كده يعني؟ طبعا ثلاث جداول اهو. بص، مش احنا الكود القديم اللي كنا بنعمله كان بيجيب جدول الضرب الرقم واحد بس، لجدول مثلا حددت له اثنين او ثلاثه. طب انا عايز اجيب مثلا ثلاث اربع جداول، فانا هنا اللوب الاولاني اللي بره بقول له ايه؟ انا عايزه من واحد لحد ثلاثه، يبقى كده انا عايزه الجدول من واحد، الجدول واحد واثنين وثلاثه. طيب اللوب الداخلي ده بيعمل ايه؟ بيمسك انت دلوقتي الاي الاولانيه بكام؟ بواحد. طيب هيجي هنا الاي بواحد، هيجي الاي بواحد صح؟ هدخل هنا هيلاقي لوب تاني. اللوب ده مش هيقف غير لما يخلص لفته 12 مره صح؟ يبقى بقول له ايه؟ الاي في الجي. يبقى لما الاي بواحد هيدخل يلاقي الجي بواحد، هيضرب واحد، واحد في كام؟ في واحد. طب بعد كده هيطلع من اللوب ده هيلاقي الجي بعد كده باثنين، هيضرب اثنين في واحد.
كل ده هيلف 12 مره على الاي الاولانيه اللي بكام؟ بواحد. بعد ما يخلص 12 مره هيطلع فوق هيلاقي الاي بيت بكام؟ باتنين. هيدخل هنا الاي باتنين هيلف 12 مره بالجي، يبقى كده جبت جدول واحد واثنين وثلاثه. ده مثال اللوب جوه اللوب. انا عارفاه معقده شويه. ايه؟ ممكن انت تدخل رقم عادي. قبل الكور الاولاني. يبقى ده هيجيب لي اكتر من جدول، لو انت عايز جدول واحد بس يبقى ايه؟ الفور، يبقى انت هتعمل الفور دي بس. هيجيب لك جدول وتحط هنا ايه؟ الرقم بتاع ايه؟ بتاع بدل الاي كده هتكتب له خمسه، يبقى يجيب لك ايه؟ جدول خمسه بس. الهوايل بقى، الهوايل بكتبها ازاي؟ بكتب واي والشرط واند في الاخر. مفيش اي فرق بينها وبين الفور. بس هنا هوايل بقى، هوايل بيعمل ايه يا شباب؟ لازم عندي احط له في الاول البدايه بره. يبقى لازم احط له البدايه بره. تعال اعمل الكلام ده كومنت اهو، كومنت كده. انا عايز اطبع، عايز اطبع من واحد لحد خمسه تمام، او خلينا نطبع جدول الضرب بتاعنا. انا عايز اطبع جدول الضرب بتاعي. انا عندي اكس بواحد، هقول له هواي الاكس اقل من، هو الاكس اقل من كام؟ من 12. فين الاند بتاعتي؟ هقول له ايه؟ هقول له ديسبلاي، هقول له ديسبلاي مي الاكس مضروبه في كام؟ انا عايزه جدول كام؟ طب لو انا عايزه ادخل القيمه يبقى تعالى هنا هقول له مثلا خلونا باي وجي، عشان انتوا خليكم انتوا خلوها باي وجي عشان تبقوا ايه؟ عارفين الدنيا. ادي ادي اي، وادي هعمل هنا جي بره، هقول له ايه؟ انبوت انتر نمبر اوف تيبل، عدد ايه؟ تيبل. يبقى هنا ده انا عايزه جدول الضرب بتاعنا. طيب الاي هعملها بواحد، ليه؟ مش هينفع اعمل بزيرو. عايزين زيرو؟ لا خلوها واحد، واحد. طيب وهنا عايز اي في مين؟ في جي. طيب طيب خلي بالنا هنا الاي بدات كام؟ بواحد. لما اجي ادخل الشرط واحد اقل من 12 هيدخل هيضرب لي واحد في 12. طب عايزاه يكمل، هيكمل اللوب دلوقتي لازم يكون عندي شرط تكرار. يبقى لازم هنا اقول له مين؟ ان الاي، الاي بتاعتي هتساوي اي زائد واحد، عشان قيمه الاي بعد كده هتتغير عندي وتزيد. لا يبقى هنا دلوقتي عشان اللوب بتاعي يكمل هقول له اي زائد ايه؟ واحد. تعالوا كده نرن. عمل لي ايه؟ قال لي دخل الجدول. انت عايزين جدول كام؟ تسعه. طبع لي اهو 9 في 1 ب 9، 9 في 2 ب 18، 9 في 3 ب 27، لحد 9 في كام؟ في 11 بكام؟ 99. ليه ما خدش 12؟ طب لو عملت يساوي؟ تعالى ننفذ تاني. دخل رقم جدول 9، طبع لي لحد كام؟ 102. طيب يبقى احنا خدنا البريك وفي كونتينيو، في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ برضه ايه؟ الريتيرن. تعالوا بقى نفذوا الشيت ده.